احنا في مرحلة الكلفية مجرد المعرض اللي عاملينه هو معرض مثقف، طبعا لعرض مختلف الخضروات والنباتات والشتات الزراعية المحلية ذات المنتج المميز الجودة العالية، طبعا ولتعريف الجمهور سكان المنطقة سكان الضيفية المنتجات الوطنية من خضروات والنباتات والشتات المميزة. طبعا هالفعالية احنا نطلبها من حرص الوزارة البلدية على زيادة عدد المساحات الخضراء طبعا التابعة لها، وطبعا الهدف توعية بأهمية يوم الشجرة البيئة، وتم توزيع على جميع السكان شتلات صغيرة ذلك على أساس توعية لهم بأهمية والحفاظ على يوم البيئة والخضرة. تأتي هذه الفعالية ضمن احتفالات الدولة بيوم الشجرة وتشجيعا أيضا لزراعة المنتجات الوطنية وشرائها.